الرحمن الرحيم. أحكام الشرعية غالبا مشتركة بين النساء وبين الرجال، من أول العقائد وإلى آخر الفقه. الشيء الذي يسبب تقدم الإنسان أيضا هو الالتزام، سواء كان رجلا أو امرأة. الفارق أن الغالب أن الرجال يقومون بالأعمال أكثر من النساء، ولذا نشاهد في المجتمع أن الرجال غالبا يتقدمون أكثر، بينما الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الحكيم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني للرجل وللمرأة كل واحد منهما حقوق وواجبات. ولذا نشاهد في أول الإسلام أن النساء كن يقمن بدور كبير، بينما الآن النساء المسلمات لا يقمن بذلك الدور الكبير، ولذا أكو تأخر في هذا الجانب من الحياة. صحيح إن الله سبحانه وتعالى قال: وللرجال عليهن درجة، لكن الدرجة مو معناها الابتعاد الكبير بين عمل الرجل وبين عمل المرأة. التشريعات الإسلامية كل التشريعات الرجال والنساء مشتركة إلا ما خرج بالدليل. مثلا في زمان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الكوفة كان هناك مساجد للرجال ومساجد للنساء كما في الأحاديث. في زمن رسول الله أئمة جماعة من الرجال وأئمة جماعة من النساء، وكذلك أول مؤلف في الإسلام هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وفي الأحاديث في كتاب علي: وأول مؤلف من النساء فاطمة الزهراء، وفي الأحاديث مصحف فاطمة، لأن فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام كانت أيضا هي مؤلفة ومملية، يعني هي تملي ويكتبون لها أو ما أشبه ذلك. ومصحف يعني كتاب في اللغة العربية من الصحيفة. يعني كان الرجال والنساء كل في مرحلة اختصاصه واختصاصها يعملون على حد سواء، بينما في عصور الانحطاط الإسلامي، يعني مثل عصورنا في هذا القرن الأخير تقريبا، النساء تأخروا أكثر فيما كان الواجب أن المرأة أيضا تقوم بدورها الدور الكامل. في تصوري إن هؤلاء الجالسات يتمكنون من المساهمة في التقدم إلى الأمام بأمور: الأول أن كل امرأة تشكل هيئة في بيتها أو في حسينية خاصة لها أو في مسجد أو في مكان ما، هيئة خاصة، ولو الهيئة تبتدئ بامرأة واحدة، ببنت واحدة، بامرأتين، ببنتين،
بثلاث بأربع وهكذا، يعني حتى تعم الهيئات كل البيوت. وهي يلزم أن تقرأ القرآن أو القراءة أو ما أشبه، يعني تصبح كملاية أو كمعلمة أو كمدرس. وفي أول الإسلام كان هذا الشيء، حتى أن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وصى أنه لو توفي النوادب يندبنه في منى 10 سنوات، باعتبار أن منى مجمع المسلمين في أيام الحج والمسلمات. الإمام الباقر وصى أن النوادب، نوادب جمع نادبة، يعني المرأة الملاية القارية المرشدة الواعظة، أن النوادب يندبنه في منى 10 سنوات. فمن الممكن أن كل امرأة تجعل في بيتها هيئة نسوية، النساء يحضرنها، الجارات، الصديقات، الزميلات، القريبات، في يوم الجمعة، في يوم الخميس، في يوم الأحد، في يوم السبت، في أي الأيام. وغالبا عصرا أفضل، لأن الصباح للعمل والشغل المنزل والليل لا يناسب، فعصرا هيئة، حتى تكون مثلا في قمات هيئة نسوية، هيئة تحضرها كثير من النساء، 10، 20، 50، 100، 1000. وذات مرة ذكرنا للأخوات هنا أيضا أنه كانت في طهران مرأة قبل 20 سنة كانت معلمة للنساء، فتحضر لديها في كل مرة ما يقارب 3000 امرأة، وهي تخطب في بيت كبير لها، لأن هي مرأة ثرية ومن عائلة شريفة في زمان السيد البروجردي الله يرحمه، فتحضر من النساء ما يقارب 3000 وهي تخطب فيهن وترشدهن وتعلمهن وتربيهن من وراء المكبرة. الآن هم أكو أيضا في طهران وفي أصفهان وفي شيراز وفي تبريز وفي يزد نساء معلمات ومربيات ومرشدات. المرأة يمكن أن تكون هكذا. وحتى في أول الإسلام كن النساء يحفظن القرآن، حتى ذكر المؤرخون أن في المغرب الذي الآن يسمى بالمغرب العربي كانت في المغرب 70,000 امرأة حافظة للقرآن، 70,000 امرأة حافظة للقرآن. فالمرأة أيضا قابلة للسمو والارتفاع والتقدم. فمن الضروري جعل الهيئات في البيوت، هيا أولا يقرؤون القرآن ويتعلمون القرآن، تفسيره، تجويده، معناه، وسائر خصوصياته. وبعد ذلك على رسم الوعظ والإرشاد والتوجيه صاحبة البيت أو معلمة من الجيران أو ما أشبه تعلم المسائل الشرعية، الأخلاق، الآداب المنزلية، التربية البيتية وسائر الشؤون. هذا شيء يتمكن المرأة من أن تقوم به. من الممكن أن الإنسان يتصور أن داري صغيرة أو غرفتي صغيرة، لا بأس، 5 من البنات، 10 من البنات، وكثير من الناس مو بيوتهم صغيرة. بالإمكان الهيئات التي توضع في البيوت لأجل التربية والتعليم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس. الشمس تشرق على كل المعادن، على كل الثروات، على كل القصور، على كل الأشجار والأنهار والبحار والبيوت والمدن، كل هذه ما قيمتها؟ الله يعلم قيمتها. النبي يقول: هداية إنسان واحد أفضل عند الله من كل هذه الثروات. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس.
الإنسان إذا صار سبب هداية بنت أو مرأة أو فتاة بالنسبة إلى النساء، معناه أنها حازت من الثواب والأجر أفضل من كل ما في الكون الذي تطلع عليه الشمس. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما أشرقت عليه الشمس. هاجعل الهيئة في البيت، ومن الممكن إذا بيت الإنسان كبير ترد مرأة عادلة متدينة موقرة تصلي جماعة أيضا بالنساء. وقلنا ذات مرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مرأة تسمى أم ورقة، الرسول عينها حتى تصلي بالنساء جماعة، مع العلم أن النساء كن يحضرن مسجد رسول الله أيضا في صلاة الجماعة، لكن الرسول عينت هذه المرأة أيضا في بيتها أو في مسجد. هذا الشيء وهو تكوين الهيئات، والهيئة تبدو صغيرة ثم تنمو، طبيعة الحياة هذه. النواة لما الإنسان يزرعها تنبت نبتة صغيرة ثم تنمو حتى تكون شجرة كبيرة. والله يسمي الإنسان في القرآن الحكيم بالنبات أيضا، يقول الله أنبتكم من الأرض نباتا، وفي آية أخرى حول مريم عليها الصلاة والسلام أم عيسى يقول فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذا بالنسبة إلى الهيئة. بالنسبة إلى الشيء الثاني، الصنايع المنزلية، يعني أن المرأة يجب أن تكون أيضا مشتغلة وصانعة وعاملة في البيت. من الممكن هذا الشيء بسبب الخياطة أو الحياكة أو التطريز أو صنع الأوراد أو ما أشبه ذلك. المرأة التي تشتغل دائما تكون محترمة في البيت. يكون مثل في علم الاقتصاد يقولون الكرامة الاقتصادية توجب الكرامة الاجتماعية، يعني أن الإنسان إذا عنده مال هذا في المجتمع محترم. فالمرأة يمكن أن تساهم أيضا في ترفيع المستوى المعيشي للبيت بهالأشياء النسوية. كان عندنا في كربلاء لعل بعضكم تذكرون مدارس حافظات القرآن الحكيم، ثلاث مدارس لحفظ القرآن الحكيم بالنسبة إلى البنات والفتيات، ما يقارب 1500 نساء كنا في هذه المدارس. ومن جملة أعمالهم هي الصناعات، يعني يحفظون القرآن ويتعلمون الأشياء العلمية، وإلى جانبها يعملون التطريز والخياطة وصنع الجواريب وما أشبه من الأعمال اليدوية الخفيفة. وقسم منهم يصنعون الزوالي أيضا، وفي كل عام نجعل لهم معرض في نفس المدارس، معرض للصناعات اليدوية النسوية، وصار فر التقدم ملموس هناك، فبالإمكان صنع هذا الشيء أيضا هنا. يعني أن النساء يزاولن الصناعة، أولا هذا شيء محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وثانيا يوجب الكرامة الاجتماعية. وكلنا نعلم أن كثيرا من النساء يساعدن البيت بمثل هذه الأمور. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الأول الهيئة، الشيء الثاني الصنعة والصناعة، الشيء الثالث الثقافة. الآن عندنا مدرسة للبنات ويقل قسم تعلمون، وإن شاء الله هالسنة توسع وأكون مكتب للنساء أيضا. من الممكن أن المرأة أو الفتاة أو ما أشبه تذهب إلى هذه المدرسة للتعلم، أو تذهب إلى المكتبة للمطالعة للحفظ وما أشبه، حتى تترقى في المجتمع
لأن الطلب العلمي كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني أنه كما واجب على الرجل طلب العلم واجب على المرأة أيضا طلب العلم، أن تكون من طلبة العلوم الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو سائر العلوم الموجودة في المجتمع. فالشيء الثالث من الممكن المساهمة في هذه المكتبة وفي هذه المدرسة النسوية، وإذا رأينا تشجيع من النساء حول المكتبة أو المدرسة يمكن التوسعة. وقلنا لكم أن مدارس إضاءة القرآن الحكيم في كربلاء كانت تحتوي على ما يقارب من 1500 من النساء. هذه المرأة المتخرجة من المدرسة ومن المكتبة في المستقبل يمكن أن تكون معلمة، أن تكون مرشدة، أن تكون واعظة، أن تكون مربية، أن تكون موجهة، وأن تكون ملاية على الإصطلاح للتعليم والتربية وما أشبه. هذا شيء أيضا الاهتمام بالثقافة والمدرسة وما أشبه. وقلنا أن أول مؤلفة في الإسلام هي فاطمة الزهراء، والمرأة يمكن أن تكون مؤلفة أيضا تؤلف الكتب، كما أنه بالنسبة إلى كثير من النساء في العالم هن مؤلفات. والآن أكو في العالم الغربي مرأة مسيحية طبعت من تأليفاتها 600 مليون كتاب، الآن هي موجودة في العالم الغربي هذا، وفي مصر وفي سوريا وفي العراق وفي بعض البلدان الأخرى العربيات أو الإسلاميات أيضا هناك مؤلفات في مطلق الشؤون. فمن الممكن أن هؤلاء النسوة أيضا بسبب المدرسة والمكتبة أن يكون مؤلفات. هذا شيء ثالث. الشيء الرابع، يجب على المرأة أيضا أن تساهم في الحياة الاجتماعية، يعني هناك تكون صناديق خيرية مثلا لتقويم النساء وسد حاجاتهن ومساعدتهن. يقين قسم منكم كنت في هذا الاحتفال للزواج في يوم الغدير. الإنسان يمكن أن يساهم في هذه الأمور، مساعدة الأرملة، مساعدة الفقيرة، مساعدة المريضة، مساعدة الدارسة التي لا تتمكن من توفير الكتاب أو الملبس أو ما أشبه لنفسها، مساعدة البنت التي تريد أن تذهب إلى الزواج وإلى آخره. فمن الممكن مساهمة هؤلاء النسوة في هذه الأمور الاجتماعيات. هذه أمور أربعة، لكن يجب أن نعلم أن كل هذه الأمور الأربعة إنما تكون منتجة ومثمرة ومثيبة وموجب للتقرب عند الله سبحانه وتعالى بالأمر الخامس، وهو التقوى والأخلاق الحسنة. يعني أن الإنسان يلازم التقوى دائما، لأن من يتق الله الله سبحانه وتعالى يسبب له التقدم والارتفاع. الله في القرآن الحكيم يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني مشاكله الله يخرجه من المشاكل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى إذا حياته أو حياتها ضيقة الله يوسع عليه وعليها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الأمر الخامس التقوى وحسن الخلق، لأن الإنسان إذا كان حسن الخلق قريب إلى الله وقريب إلى الجنة وقريب إلى الناس وبعيد عن النار. وبالعكس والعياذ بالله، إذا كانت الإنسان عصبية أو سيئة الخلق أو صخابة أو سبابة أو ما أشبه، هذه تكون بعيدة عن الله وبعيدة عن الناس وبعيدة عن الجنة وقريبة إلى النار. ولذا الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم يقول بالنسبة إلى النبي، يقول وإنك لعلى خلق عظيم،
فكل تلك الأمور الأربعة التي ذكرناها إنما تتم وتسبب تقدم الإنسان بسبب التقوى وحسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.